السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بمتابعي القناة الكرام. اليوم إن شاء الله نتكلم عن المصفوفات الأري. نتكلم عن المصفوفات بشكل عام باللغة السي في البداية، وبعدها نتعلم كيف تكون بالذاكرة، وأيضا كيف نتعامل مع المصفوفات عن طريق البوينتر أو عمل بوينتر ومؤشرات للمصفوفات اللي عندنا. أول مرة طبعا المصفوفات بأي لغة برمجية، هنا مثلا بلغة السي راح نعرف مصفوفة، مثلا قول له انتجر، مثلا نسميها اي دبل ار يعني اراي، نخلي الحجم ماله هنا مثلا 5 على سبيل المثال بهذه الطريقة. هنا منها هكذا، هنا بهذه عرفنا متغير اسمه نوع انتجر بينو اسمه اي بينو 5. فاذا ايش عملنا؟ حجزنا موقع بالذاكرة بالرام، عرفنا متغير كيف نحجز موقع. هنا حجزنا موقع مواقع معينة، 5 مواقع بالذاكرة نوع انتجر، يعني الفاليو مالتها انتجر راح يكون. فهنا حجز لنا مواقع تبدي من الصفر، يعني نقول يعني الراي 5 الحجم ماله 5، فاذا بدينا من الصفر احنا 100 104، يعني الانتجر مثلا يحجز 4 بايت، بعدنا 100 بعدين 104 العنوان الاخ بعدين 108. حجز ليس عناوين عشوائيه مثل ما كنا بالمتغيرات عشوائي باي مكان، لا يحجزها مكان عشوائي لكن متغيرات تكون وحده يم الاخ، يعني داخل مصفوفه واحده. فاذا وحده يم الاخ متسلسلين، فإذا هنا الأولى الثانية هنا الثالثة الرابعة الخامسة وهكذا، واضح؟ هنا مثلا نضع قيمة للمصفوفة على سبيل المثال، قل له مثلا من المصفوفات اللي بنحجز لها فكرة؟ هذه الطريقة دي من الصفر يعني. هنا نحجز لها أيضا مكان، هذه أول واحدة اثنين في الذاكرة بشكل متسلسل يعني، بعدين 4، بعدين هنا 6، هنا 7، هنا 8، هنا مثلا الأخرى على سبيل المثال نعمل 4 فقط مثل ما عملنا بالذاكرة، فأربعة فنبدي التعريف ماله. هنا حجز لنا موقع بالذاكرة. حاليا إذا نريد نوصله كيف؟ نريد نطبع واحدة من هذول مثلا على سبيل المثال نقول له print if انتبه array الاسم الاراي يعني هو الـ اي دبل ار، فأريد أطبع مثلا الـ 6 على سبيل المثال. الـ 6 ايش تبدي؟ صفر الاندكس ماله 0 بعدين 1 بعدين 2، فاذا في 2 اقول له هنا ايش راح يطبع لي حاليا؟ راح يطبع لي رقم 6، فكرة 6 هنا كيف جي عليها؟ صفر بعدين الاندكس ماله 1 بعدين 2. هذه برمجيا نقولها بهذه الطريقة. اللي هو الكومبايلر كيف يعرف يعني؟ لما اجي اقول له مثلا اي اوف 2 كيف يعرف؟ وش يعرف؟ هو يعرف انه الاي حاليا اذا جينا قلنا الاي ما هي؟ اذا قلت له مثلا اطبع لي الاي على سبيل المثال، هنا مثلا قلت له برنت، قلت له اطبع لي الاي دبل ار يعني الاراي نفس ايش يطبع لي هنا؟ هنا راح يطبع لي الاندكس او عفوا راح يطبع لي الادريس العنوان مال اول موقع بالذاكره للمصفوفه اللي هو ال 100، واضحه الفكره؟ اول موقع مالته 100 بعدين 104، فهو هنا قيمه اول موقع، فاذا هنا راح يطبع لي 100 وليس قيمة معينة لما تقول له اي دبل ار، هو موقع بالذاكرة، موقع لمن؟ موقع اول عنصر يحدد له. اتمنى الفكرة واضحة. لما اقول له اي الراي يعني اي دبل ار اوف 2 ايش راح يعرف؟ ايش راح يعمل الكومبايلر؟ ايش راح يعرف يعني انه هي ثالث وحدة؟ هو ما يعرف انه اندكس 0 1 ما يعرف ذاك الشيء، لكن كيف يعرف؟ يعرف هو انه يعرف انه اول قيمة مالته ما دام قلت له اي دبل ار، يعرف انه اول قيمة والاندكس أو العنوان ماله عفوا الادريس مالتها 100 راح يجي. فاحنا قلنا له اوف 2 ايش راح يعمل؟ راح يجمعها مع 2، لكن 2 هي ايش قد بيها؟ كل واحدة 4 بايت قلنا، لان انتجر قلنا 4 بايت ياخذ، فاذا ايش قد 2 في 4 يعني راح تكون، اتمنى الفكره واضحه يعني 4 بايت 2 في 4 8 فراح يجي 108، راح تكون الناتج ايش قد؟ 108. 108 ما هي؟ هي الـ 6، وصل الادريس مع الـ 6. هكذا الكومبايلر يفهم بهذه الطريقة. إذا قلنا له مثلا الراي اوف 3 هنا عشان يعرف أيضا يعرف إنه هاي 100، ما دام قلت له الراي يعرف إنه أول وحدة 100، يجمعها مع 3 لكن قلنا كل واحد 4 بايت، فإذا في 4 يحفظ مكانه، فإذا 3 في 4 راح تكون 12، فإذا 112، فإذا صفر، إذا السبع إذا حسبناه بالإندكس أيضا صفر 1 2 3، واضح؟ بهذه الطريقة. فأتمنى الفكرة واضحة حاليا.
حاليا نجي على البوينتر، هنا أكملنا الأمور المهمة اللي لها علاقة بالمصفوفات. نجي على البوينتر هنا حاليا، قلنا هذا الأي دبل آر يحدد لك عنوان أول مصفوفة، أول الأدريس والمصفوفة يعني. هنا حاليا إذا تعمل مثلا نقول له انتجر، أعمل بوينتر في يساوي ماذا البوينتر هنا؟ بالمتغيرات قلنا شو نقول؟ لازم نقول موقع يعني الأدريس مع المتغير، فإذا الأراي هذا متغير قول ادريس مال الاري. حاجة اكتب بهذه الطريقة؟ ما يحتاج، السبب لان يعني اساسا الاي دبل ار هو ادريس، هو عنوان اول وحدة، فاذا ما يحتاج اكتبها، فقط قل له اي دبل ار بهذه الطريقة. هسه حاليا هذا مؤشر بوينتر يؤشر الى هذا، فحاليا حجز مكان بالذاكرة مثلا هنا حجز هاي 3000 عشوائي يعني، خلى بيها ماذا؟ خلى بيها ال 100 اللي هي تدلك على اول ادريس بالمصفوفة، اعتراف المصفوفة ويصل. واضحة الفكرة؟ حجزها هنا. فإذا ممكن نأشرها هنا بهذه الطريقة. بهذه الطريقة. فبهذه الطريقة نأشر المصفوفات. حاليا إذا أريد أطبعها مثلا هنا، أطبعها أقول له بي، إذا طبعته بي عادي، إيش حيطبع لي الناتج؟ إيش راح يكون؟ حيكون 100 أيضا. واضحة الفكرة؟ يعني البي، إيش معنات البي؟ بي قلت له العنوان مال 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 بوينتر المؤشر، إيش بينو الفاليو ماله؟ 100 فقط. إذا قلت له اطبعها بهذه الطريقة النجمي، علامة النجمي هنا، ايش حيطبع؟ يطبع الفاليو اللي يأشر له ال 100 اللي هو 2، فيطبع لي 2 اللي بأول واحد بالمصفوفة. يطبع 2 بهذه الطريقة. شوف يا أخي نفذها فقط عمليا. نفذ هذا الأمر عمليا. فقل له أول شيء انتجر نسميه array اللي بها 4، ايش يساوي؟ فهذه 4 من الصفر نبدي، فإذا هاي 4. حاليا نعمل بوينتر انتجر، طبعا قبل البوينتر قول له برنت اف، ممكن اعمل هاي العلامة تي حتى يضع لنا مسافة وفراغ بيناتهم يعني بين الارقام اللي انطبعهم اذا عندك كم رقم. فهنا مثلا اقول له اطبع لي فقط الاراي، على سبيل المثال فقط الاراي، ايش هيطبع لنا؟ او الادريس مال اول واحد اللي هو ال 100. وانا طبعا انا 100 فقط تمثيليا يعني، انا ما عدت 100، لكن راح يطبع لنا ادريس، الادريس هو مال اول وحده حيكون. فيطبع لنا ادريس معين، ركز معي فقط، شوف طبع لنا ادريس معين، ادريس اللي هو مال اول وحده 2. اذا قلنا له بهذه الطريقه شوف ضع من بوينتر احنا، لكن هنا يعطينا القيمه من الادريس هنا، شوف يطبع لنا 2 المفروض الادريس اللي مالته، شوف طبع لنا 2 مال اول وحده يعني. فاذا كما قلنا الاي دبل ار مثل ادريس مال اول وحده بهذه الطريقه. نجي نعمل بوينتر انتجر في يساوي الاي دبل ار، قلنا هي ادريس فاذا ما يحتاج نخلي هذه العلامه، هي اساسا عنوان ما يحتاج نخلي هذه العلامه. فهنا عملنا بهذه الطريقه. حاليا اذا قلنا له طبع لنا البي نفسه راح يطبع لنا الادريس ايضا مثل ما طبع لنا قبل شويه، ادريس فقط. اذا قلنا له طبع لنا البي القيمه مال البي طبع لنا مال اول واحد الاثنين. واضحه الفكره؟ كما قلنا هنا عمل ادريس من هنا بوينتر، عمل مكان بالذاكره ايضا مكان اخرى، حجز مكان اخرى بالذاكره، طاعه ادريس 3000 مثلا، هنا 100 القيمه مالته وضع بها اللي هي الاري، الادريس مال الاري هنا، فهذا بوينتر مؤشر. اذا قلنا له اطبعه نفسه يطبع لنا ال 100، اذا قلنا له اطبع القيمه اللي يأشر له فيطبع ال 2. واضحه الفكره؟ اتمنى الفكره واضحه. حاليا اذا اريد اطبع مثلا هنا انا عرفت كيف اصل للاول قيمه بالاري 2 عن طريق البوينتر. إذا أريد أصل الثاني قيمة مثلا كيف إيش أعمل؟ شوف الأمر بسيط جدا. هنا إذا قلنا مثلا في زائدا واحد إيش حيطبع لنا؟ ببساطة حيطبع لك البعدة الأدريس اللي بعده، ما إنه يطبع لك 100 101، لا يطبع لك اللي بعده، بعده 104، بعده 1000، إيش ما يكون خلي يكون، يطبع لك اللي بعده الأدريس اللي بعده مباشرة. فإذا راح يكون 4 بعده. واضح؟ هون إذا أطبع على هذه أعمل على هذه قصدي، ويطبعنا الادريس هذا مال مال ثلاثه هنا مال هذا ثاني واحد يعني. كيف اتاكد؟ انه اجيب الفاليو ماله اللي يأشر له هذا المؤشر، احطهم بين اقواس فقط اقول له الفاليو النجم اخليه يطبع لي الثلاث. واضحه الفكره؟ اقول له زائد 2 مثلا يطبع لي السته وهكذا. اتمنى الفكره واضحه حاليا. شوف حاليا ممكن نعمل مثال ايضا هنا، مثلا اقول لك كيف ما هي الفائده. شوف انا مثلا اقول له void function اعمل اسميها display array على سبيل المثال فقط في اسم يعني،
فهذا يطبع لنا الراي معينه. اول شيء ندخل بيه الراي، ندخل بيه هذا الراي مثلا هنا، وندخل بيه القيمه الاولى والثانيه، مثلا من 3 نبدي الى 7 مثلا، فندخل اندكس ماله اللي هذا 1 0 1، فاذا 1 مثلا الى 3، حتى يطبع لنا فقط القيم بين الاندكس اللي اخترناه. اول مره نقول له الراي اوف 4 راح ندخل بيه، نحتاج كبارامتر، نحتاج ايضا انتجر اللي هو from خير اف مثلا، حتى from 2، ايضا انتجر تي اللي هو يمثل 2، يعني من هذا العدد الى العدد الاخر حتى يطبعوا فقط لا اكثر ولا اقل. فنعمل جمله دوران for انتجر اي، يبدي من from من الاف اللي راح ندخله بالمين بعدين، وينتهي الى وين؟ اي اقل او يساوي 2، حتى من الى ندخل يعني كما قلنا مثلا من 0 الى 3. هنا راح ندخل كيف احنا بعدين مكان الاف، مكان الاف والتي ندخلهم هنا من السلع الداله. ايضا هنا نقول له مثلا اي زائد اكيد اي بلس بلس بهذه الطريقه. هنا فقط نقول اطبع print اف، هيطبع لنا انتجر، نقول له ما المسافه بيناتهم. هنا نقول اطبع لنا ماذا؟ الاراي اللي هنا راح ندخلها اوف اي، الاي اللي هنا حتى اول مره يكون مثلا 1 0 الى اخره حسب ما ندخله. فبهذه الطريقه هيطبع لنا. نجي هنا نستدعي هذه كيف؟ عليها بدون بوينتر، نستدعيها فقط نقول ديسبلاي اراي، ندخل الاراي اللي عندنا هي اي دبل ار اللي هي هذه اللي هاي القيم مال يعني، ندخل فروم مثلا نريد من 3 الى 7 مثلا، فالثلاثه ايش خلي الاندكس مالتها؟ 0 1، فإذا من 1 الفروم مكان الاف نخلي 1، مكان ال 2 تي نخلي 0 1 2 3 فإلى 3 مثلا، وانتهى الأمر. هاي مش هيطبع لنا، راح يجي يشوف اللوب ايش راح يكون هنا، انتجر تبدي من الاف يعني تبدي من الواحد أقل أو يساوي تي اللي وضعنا مكان 3 هنا، فإذا من الواحد إلى 3، فإذا ما ايش يكون 1 إلى 3 يطبعه؟ 1 اللي هي 3 تبدي بعدين 4 عفوا 1 يعني 0 هنا، هاي الاندكس 1 ماله، هاي الاندكس 2 هاي الاندكس 3، فإذا يطبع لنا 3 و 6 و 7 فقط. نلفف حاليا ماكو مشكلة، عفوا هنا ما عملنا نوعه انتجر طبعا، نلفف شفت طبعا 3 6 7، ممكن نغير هنا اشياء ما اريد من الى. فبهذه الطريقة هنا ما هي المشكلة حاليا؟ حاليا ما استخدمنا بوينتر، لكن احنا مثل ما شرحنا بالذاكره بالدرس السابق قلنا بالذاكره لما نستدعي داله اخرى راح يعمل كوبي من هاي المصفوفه او من هذا المتغير بالذاكره، مثل ما اذا ما انتبهت راجع الدرس السابق شرحناها بالذاكره كيف تتنفذ، فقلنا يعمل كوبي من المتغير الاخر اللي استدعيناه من الداله الاخرى، ما راح ينفذه على نفس الكوبي اللي عندنا. لذلك هذا اشياء ترى هذه اثر على الذاكره، خاصه اذا عندنا مثلا امبيد سيستم انظمه، مثلا انظمه يعني من الامبيد الانظمه اللي ما بيها قدره كبيره، مثلا قدره حاسوبيه مثل حاسوب او موبايل بينه رام عاليه جدا، فما ممكن ما نهتم بهذه الامور. لكن اكو احيانا بعض الانظمه وحتى الانظمه حتى لو على الحاسوب مثلا او على الموبايل، مثلا الانظمه بيها كثير، على سبيل المثال عندنا مصفوفه مثلا بيها مثلا 100 صوره مثلا، تصور هاي ال 100 صوره هنا عندنا ورجع استدعيها مره اخرى هنا راح يطبع كوبي منها ايضا بالذاكره، تصور الذاكره ايش قد تتحمل؟ يعني 100 صوره مثلا او 1000 صوره ايش قد بها هذه؟ او حتى لو نصوص مثلا مقالات معينه، مثلا عندي 100 مقاله مثلا خليتوها مصفوفه مثلا وايضا استدعيها بداله، فايضا راح يعمل كوبي مره اخرى، فالذاكره راح يصير حمل كبير على الذاكره. لذلك الافضل لما كما تعمل كوبي من هذه تعملها فقط مؤشر بوينتر فقط. هنا راح نقول له فقط انتجر نفس الاراي لكن نعمله بوينتر، نقول له اي دبل ار، هذا مجرد بوينتر. هنا كيف قلنا نعمله زائد؟ هنا نقول له فقط بهذه الطريقة مثل ما عملنا قبل شوية، نقول له الأراي زائد الأي، حاليا هنا راح يجيب لنا القيمة، الأراي هي مؤشر فقط يأشر لك لهذا فقط الأدريس مالته، يعني يأشر الأول قيمة مالته اللي هي 2، أول أدريس مال أول عنوان. لما قلنا هنا الأراي اللي هي أول وحدة زائدا أي، راح يجي بعده ايش كتبنا هنا مثلا الأي، على سبيل المثال كتبنا مثلا من الثلاثة من الواحد إلى الثلاثة مثلا، فإذا ايش راح يعمل؟ ايش راح تكون؟ تبدي أول مرة تبدي بواحد، راح يقول الراي زائد واحد، ليش قد؟ تكون هذه، بعدين
زائد اثنين زائد ثلاثة راح يطبعهم كلهم. حاليا راح ننفذ فقط باي. طبعا هنا حتى بالاستدعاء ما يحتاج نقول له بهذه الطريقة كما قلنا، ما يحتاج، يعني اساسا راح يجيب الادرس ماله. فاذا ننفذ نفس الشيء بالضبط، حاليا ما فرق اي شيء، شوف نفس الشيء بالضبط. لكن بالنسبة للذاكرة فرق طبعا، هنا ما يفرق لان فقط ارقام عندنا. لكن كما قلت لك اذا عندنا بيانات كبيرة مثلا صور مقالات مثلا بيأثر على الذاكرة، فهنا افضل طريقة انه هاي تنفذ. فاتمنى الامر واضح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.